مرحبا أبو سعود، شخبارك؟ طيب، طاب حالك؟ والله مشغول بين الدوام والدراسة. سمعت أنك تدرس بكلية المجتمع. أي والله، أدرس بكالوريوس في كلية المجتمع. ما شاء الله، تصدق ولدي توه مخلص ثانوية عامة ويبغي يدرس بكلية المجتمع. فيدني، شنه البرامج اللي تقدمها الكلية؟ عندنا برامج متنوعة بين الدبلوم والبكالوريوس. وفر على نفسك وتواصل مع مركز الاتصال المباشر على الرقم 1-60-70. متواجدين كل يوم من الأحد للخميس من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، وبتحصل إجابات على كل استفساراتك بإذن الله. كلية المجتمع في قطر، نعلم الأجيال لبناء مستقبل الوطن.